السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير متابعي قناة محبي الزراعة المتواضعة. جمعة مباركة وكل عام وأنتم بألف خير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. ونحن الآن في 14 رمضان 15/4. اليوم إخواني سنتحدث عن المشاكل التي تعاني منها أشجار الفاكهة في هذه الفترة أو في فترة الصيف بشكل خاص. طبعا هنالك أكثر من نقطة سنتحدث عنها، وهي تلك كما تشاهدون تلك شجرة الليتشي. الآن شجرة الليتشي في ذروة عملية التزهير، وهنالك عناقيد لم تزهر بعد بداية. الآن إخواني الأشجار، معظم الأشجار تعاني من حشرة المن، والتي تهاجم الأوراق وتهاجم الأزهار كذلك. طبعا فترة رش من المفترض أن ترش كل الأشجار في فترة السكون بمبيد حشري، وكذلك بعض الأشجار تحتاج إلى مبيد فطري، علينا رشها بمبيد فطري ومبيد حشري كذلك فترة عملية السكون، قبل أن تبدأ عملية التزهير وعملية البرعم. كون الحشرات المن يبدأ بعملية مهاجمة الأوراق، أوراق أي شجرة فاكهة أو غيرها، يبدأ في فترة الدفء وتكون البراعم جديدة. كون البراعم تكون مناسبة له، يستطيع أن يتغذى على هذه البراعم وعلى هذه الأزهار، وبالتالي يعمل على القضاء على أزهار الشجرة وكذلك البرعم الجديد. وأكثر ما يهاجم إلا البرعم، إذا هاجم البرعم انتهت الشجرة. والأمر الآخر هي العناكب كذلك، كما تشاهدون تلك عناقيد الليتشي، إذا هاجمتها العناكب ستعمل خيوط على هذا العنقود، وبالتالي تقضى على كل الثمار العاقدة على هذا العنقود الليتشي. لهذا علينا رش المبيد الحشري، هو لسببين: السبب الأول هو مكافحة المن، والسبب الآخر هو قتل العناكب. إخواني الأمر الآخر الذي يؤثر على الأشجار سلبا، وهي حفار الساق، دودة حفار الساق هي من الأمور الهامة جدا يجب أن ننتبه عليها. أي شجرة تتعامل مع الري صيفا علينا مكافحتها أو الوقاية، بنرشها مبيد حشري وقاية من حفار الساق، كون تكون نسبة المياه الموجودة في الأرض عالية، كونها تروى بالمياه فهي الأكثر عرضة للإصابة بحفار الساق. لذلك علينا مكافحة هذا الأمر قبل أن يحدث، وسنعمل وعلينا أن نعمل رش وقائي إن كان بالري أو رش عبر الرش الطبيعي، ألا وهي الترمبي أو المطرة، علينا رشها كوقاية كي لا يكون فيها دودة حفار الساق وبالتالي تقضي على الشجرة ونخسر الشجرة نهائيا. طبعا عملية الزهير ممنوع الرش لسبب واحد كما تشاهدون، يعني النحل نحل بكثافة، وكذلك إذا قضينا على النحل نحن قضينا كذلك على المحصول، ليس فقط على النحل. نتمنى أن تكون هذه الحلقة أعجبتكم، وإن شاء الله سيكون لنا في الأيام أو في الأسابيع القادمة حلقات أخرى بإذن الله بما يتعلق بأشجار
القشطة، وكذلك المتعدد كالجوافة كالمشمش، كل أنواع الأشجار إن شاء الله تعالى. انتظرونا في حلقة جديدة يا إخواني. إذا عجبكم الفيديو لا تنسونا بلايك والاشتراك بالقناة فضلا وليس أمرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.